النشرة الإخبارية والبداية بالعناوين. رئيس الجمهورية قيس سعيد يقرر تعديل المرسوم المتعلق بالانتخابات. القيروان موكب ديني رسمي بجامع عقبة بن نافع بشرف وزير الشؤون الدينية والسياحة. رقمنة القطاع الصحي والاستثمار في الصناعات الصيدلانية والأدوية محور لقاء وزير الصحة بسفير اليابان في تونس. رئيس الجمهورية يقرر تعديل المرسوم المتعلق بالانتخابات. وتدعيم علاقات التعاون الثنائي محور لقاء رئيسة الحكومة بالقائمة بالأعمال بالسفارة الأمريكية. إلى تفاصيل النشرة والبداية بالشأن الجهوي، وفي إطار الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف انتظم بجامع عقبة بن نافع بالقيروان موكب ديني رسمي مساء يوم الجمعة بإشراف وزير الشؤون الدينية إبراهيم الشائبي ووزير الشؤون السياحية محمد المعز بالحسين ووالي القيروان محمد بورقيبة. وأكد وزير الشؤون الدينية إبراهيم الشائبي إثر إشرافه يوم أمس على الموكب الديني في جامع عقبة بن نافع إن القيروان تستعيد عافيتها ونشاطها وبريقيا من خلال احتفالات المولد النبوي الشريف. وأضاف الوزير في تصريح لمفد الحياة فام حسام الربحية أن توافد أكثر من مليون زائر على مدينة القيروان دليل على وجود سياحة داخلية ودينية، وهي فرصة لإعادة الاعتبار للمعالم الدينية في الجهة. أكثر التفاصيل في التصريح التالي. عندما نتحدث عن المولد النبوي الشريف نتحدث عن مدينة القيروان، كلما ذكر المولد إلا وذكرت القيروان. الحمد لله اليوم في هذا الجو البهيج الطيب أن مدينة القيروان تستعيد عافيتها وتستعيد نشاطها وتستعيد بريقها. وعندما نقول احتفال بالمولد نقول احتفال ديني، وأحسن معلم والمعلم المفخرة في هذه الربوع هو جامع عقبة بن نافع، رمز العاصمة الإسلامية الأولى للغرب الإسلامي. وجئنا اليوم في إطار إحياء هذه الذكرى الطيبة من خلال محاضرات دينية ومدائح وأذكار ودعاء بحضور السيد ولي القيروان والسيد وزير السياحة زاد كذلك موجود اليوم، افتتح معرض وقام بنشاط آخر، والسادة المعتمدون وكل الإطارات الجهوية لهذه المدينة الطيبة. مليون ونصف المليون الذين بلغوا يعني عددهم في هذه الليلة المباركة، هذا دليل على كون هناك سياحة، هناك عجلة اقتصادية، هناك سياحة داخلية، سياحة دينية، هناك زوار، هناك إعادة اعتبار وإفاضة اعتبار للمعالم الدينية في مدينة القيروان. ولا ننسى أن مدينة القيروان هي مرقد للصحابي الجليل أبو زمعة البلو. وفي سياق آخر، استقبلت رئيسة الحكومة نجلة بودن رمضان مساء أمس بقصر الحكومة بالقصبة رئيسة مجلس إدارة المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي الشيخة مي بنت محمد الخليفة. ونوهت رئيسة الحكومة بما يقوم به المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي من مجهودات كبيرة للمحافظة على التراث في عدد من البلدان العربية، كما أعربت عن دعمها للنشاط هذه المؤسسة. ومن جهتها قدمت رئيسة مجلس إدارة المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي الشيخة بنت محمد آل خليفة نبذة عن مؤلفاتها وأنشطة المؤسسات التي تشرفت على إدارتها والتي تهدف إلى حماية الثقافة العربية عبر ترميم المنازل التاريخية والمحافظة على أصالتها وهويتها. ومن جهة أخرى، تحادثت رئيسة الحكومة نجلة بودن رمضان بقصر الحكومة بالقصبة مع القائمة بالأعمال بالسفارة الأمريكية بتونس. وأكدت رئيسة الحكومة خلال اللقاء على العلاقات التاريخية القائمة بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية، داعية إلى مزيد تدعيم التعاون الثنائي ولا سيما في مجالات التعاون الاقتصادي والعسكري والأمنية. كما تطرقت إلى اللقاءات التي جمعت وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي مع عدد من المسؤولين الأمريكيين، وذلك خلال هامش الجزء رفيع المستوى للدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي سياق آخر، استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر أمس الجمعة 7 من أكتوبر الجاري بقصر قرطاج نجلة بودن رمضان رئيسة الحكومة. وتناول الاجتماع سير عمل الحكومة في المدة الأخيرة ونشاطها في الأيام القليلة القادمة. كما تم التطرق أيضا إلى عدد من القضايا التي لا تزال عالقة بالنسبة إلى تزويد السوق بالسلع والضغط على الأسعار. وفي ذات السياق، تناول اللقاء مسألة التلاعب بالتزكيات للانتخاب بأعضاء مجلس نواب الشعب، حيث أكد رئيس الجمهورية على ضرورة تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة ووضع حد لهذه الظاهرة المتعلقة بالمال الفاسد وتعديل المرسوم المتعلق بالانتخابات، خاصة بعد أن تبين أن عددا من أعضاء المجلس المحلية لم يقوموا بالدور الموكول لهم قانونا، وصارت التزكيات سوقا تباع فيها ذمم وتشترى.
وأكد رئيس الجمهورية على أنه إن كان التشريع الحالي لم يحقق أهدافا فالواجب الوطني المقدس يقتضي تعديله للحد من هذه الظاهرة المشينة، خاصة وأن الذين تم إيقافهم ووقعت حالتهم على العدالة هدفهم كما تبين ذلك من الأبحاث هو إدخال الإرباك في صفوف المواطنين وبث الفوضى خوفا من إرادة الشعب. استقبل وزير الصحة علي مرابط مساء الجمعة 7 من أكتوبر الجاري بمقر الوزارة سفير اليابان بتونس الذي أدى له زيارة توديع بمناسبة انتهاء مهامه في تونس. وثمن وزير الصحة بالمناسبة المستوى المتميز للتعاون والشراكة بين تونس واليابان في عديد المجالات وفي القطاع الصحي بوجه خاص، مشيدا بالدعم الهام الذي قدمه اليابان لمعاضدة مجهود تونس لمجابهة جائحة كوفيد-19. نهاية النشر الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. رئيس الجمهورية قيس سعيد يقرر تعديل المرسوم المتعلق بالانتخابات. القيروان موكب ديني رسمي بجامع عقبة بن نافع بإشراف وزيري الشؤون الدينية والسياحة. رقمنة القطاع الصحي والاستثمار في الصناعات الصيدلانية والأدوية محور لقاء وزير الصحة بسفير اليابان في تونس. وتدعيم علاقات التعاون الثنائي محور لقاء رئيس الحكومة بالقائمة بالأعمال بالسفارة الأمريكية. نهاية النشر الإخبارية، كان معكم نصر الدين حميدة، تصبحون على خير.